السلام عليكم مشاهدي قناة لوسيت تي في، اهلا ومرحبا بكم في ميكروفون جديد. فريق الوداد البيضاوي في اطار الجولة 13 من الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم غادي يستقبل على ارضية ملعب مركب محمد الخامس فريق حسنية اكادير العائد من انتصار مهم في كأس الاتحاد الافريقي. فريق الوداد البيضاوي بفضل الترسانة البشرية ديالو قادر على تجاوز الحسنية اللي ماشي خصم سهل. خرجنا باش نسولو الجماهير الودادية على التوقعات ديالها لهاد المباراة الصعبة جدا. يلا معنا. السلام عليكم. السلام. كيداير اخويا الوداد؟ لاباس بخير الحمد لله. الوداد غادي يستقبل على ارضية مركب واحد الخامس حسنية اكادير، الرأي ديالك في هذا اللقاء؟ ان شاء الله رابحين، ان شاء الله ربحوا، ان شاء الله باش 3-0. ما كتشوفش باللي حسنية يقدر يفاجئ الوداد؟ لا الحسنية هو ضعيف، مالو حسنية جد الماتشات الاخرين كاملين تفرجتيش فيك وتفرجتي الماتشات ديالو كاملين هو ضعيف. حنا مزيانين عليه، حنا خاصنا ديفونسور، داري اشرف داري العام كامل سيري. لكن راه ضعيفة وطنيا. هاكو مار ان شاء الله غير كيف كوب دافريك راه يربح ان شاء الله. لا مزيانين حنا، ما كان الوداد حنا معاه في السراء والضراء. حنا ودادين فهمتيني. واخا النتيجه اللي كتوقع اللقاء اهلا ربابح ان شاء الله. شحال 3-0؟ 3-0 وكاع 2-0 4 الوداد هذيك ماشي تبارك الله عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير اخويا الودادي؟ ودادي بخير ديما وداد. تبارك الله عليك. واخا على ذكر انك ودادي، اش كتبغي تقول للجماهير الوداديه اللي وصلت للعالمية كيف كنقولوا يعني يعني بالتصنيف ديالك او احسن الترا في العالم 2019 هذا العام هو احسن جمهور في الوداد. كنقول لهم يزيدوا ديما بحال ما هكا وديما وداد غنبقاو ديما وداد. كنقول لهم بلا الشغب بلا داك الشيء كامل داك التخربيق ديما وداد، حيت بعض الخطرات كنمشيو للتيران كيضرب بيناتهم فهمتي بيناتهم على والو. تمام. لا من جمهور الوداد لا جمهور الرازا ولا حنا ديما خوش، غنبقاو ديما خوش وديما وداد خويا. تبارك الله عليك. واخا الوداد وحسنية اكادير النتيجه اللي كتوقع اللقاء؟ راه بحال الوداد 2-1. شكون بالك اي ماركي؟ اي ماركي او ولا ساكادي العزيز اللي جاب الاخراني كازادي ماشي مشكل هو هذاك ولا غير مارك. الله يحفظك خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير اخويا؟ لاباس والله الحمد لله. الله يبارك فيك. فريق الوداد البيضاوي يعني المباريات الاخيره واش بان كاين اقناع في الاداء بكل صراحه؟ وهي الصراحه دابا انا واخا وداد يعني ما بان ليا والو فيهم، يعني ما كاين لا لعب لا والو، يعني ولا داك الشيء بحال كيف كنقولوا حنا بحال وليت كنشك انا داك الشيء ولاو كيبيعوه. واخا انا ودادي انا راه ودادي كنهضر معاكم ولكن ولا كيبان لي الماتش تباسلي، يعني بحال كيبيعوا هذيك بحال ولا كيبيعوا اللاعبين ما بقاوش عندهم واحد الحماس وكيدخلوا للتيران بانهم باغين يلعبوا ولا باغين ولاو كيدخلوا كيف الربح كيف الخساره عندهم. عم نوجههم كيفاش ولاو يعني شحال هادي اللاعب ما كانش كيتضارب، علاش كيخاف على راسه يخرج يدير حمراء ويخلي يعني حنا جايين نتفرجوا خاسرين فلوسنا باش نتفرجوا كيتخاصموا كيتضاربوا كيخليونا حنا جايين بحال خاسرين فلوسنا هكا. ما بقاش واحد الحماس بانه بنادم يلعبوا ولا داك الشيء مبيوع. واخا الرساله اللي كتبغي توجه انت اللاعبين وانت كودادي غيور على الفريق يعني الرساله يعني المدرب اللاعبين الرئاسه ديال الفريق الوداد بصفه عامه. بصفه عامه خويا الرساله ديالي للاعبين ولا المدرب وما نقول لهم جمعوا راسكم معنا. علاش حنا كنخسروا فلوسنا وبزاف ديال الحوايج وكاين اللي مسكين كيجي من مدينه اخرى باش يلعب. يعني الرساله ديالي هي جمعوا راسكم. علاش؟ باش نبقاو معاكم. حيت شفناكم وليتوا يعني كتجيو غير كتفلاو، حنا ما نبقاوش كاع نجيو نخسروا فلوسنا. واحد جاي من مراكش واحد جاي من طنجه، يعني غنوليو نتفرجوا في ديورنا كاع ما نتفرجوش فيكم كاع. هذه هي الرساله ديالي. واخا على ذكر فريق الوداد وعلى ذكر النتائج، فريق الوداد البيضاوي غادي يستقبل على ارضيه مركب محمد الخامس فريق حسنيه اكادير الجريح، ولكن الجريح في الدوري الوطني، اما في كاس الاتحاد الافريقي الاداء ديالو مميز. وبالي ما يكون والو ان شاء الله. النتيجه بقى. لا النتيجه بانت لي ما غيربحوش والله الا من الاخر والله ما غيربح. علاش؟ واش حيت الحسنيه قوي ولا حيت الوداد اللي حيت الوداد ما بقاوش بغا يلعب صافي طاح. شحال النتيجه لك توقع؟ النتيجه 2-0 للحسنيه اكادير. 2-0 تبارك الله. انا نتحمل المسؤوليه ديال هذه الكلمه اللي قلت 2-0. وما كان 2-0 اي واحد شاف هذا الفيديو يدير اي مونتاج يسبني يعايرني ولا يقول الله يرحم والدين. انا وخا ودادي شي هذا الماتش هذا الجاي غيخسروا ب2-0 هذيك اللي كنقول لك زعما الضعيفه وكثر غيكون كثر. المهم الوداد غتخرج ب0 خاسر ان شاء الله. هذا الراي ديالك يحترم. شكرا.